ما حكم الصلاة في البيت للرجل بدون عذر؟ أراه يأثم، لأن الله قال في كتابه الكريم: اركعوا مع الراكعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كدت أن آمر رجل يصلي بالناس وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أحرق عليهم بيوتهم. والنبي قال للأعمى: هل تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب.